يسعد اوقاتكم متابعينا وين ما كنتوا بجميع انحاء العالم بالحلقه الجديده من برنامجنا الصوره بتحكي. وبما انه الصوره بتحكي اليوم حلقتنا عن الصوت. حدا منكم سال انه اذا كل البشر اصواتها مختلفه عن بعضها؟ والجواب هو اكيد ايه. مثل ما انه بصمه الانسان بتختلف من واحد لواحد، بصمه العين بتختلف من واحد لواحد، فاكيد نبره الصوت نبره الحنجره حتتغير من انسان لانسان. خلوكم معنا وتابعونا حنكمل لكم الفيديو له. وبدكم تعرفوا ليش؟ لأنه لما بيطلع الهواء من أسفل الرئتين بيوصل على الحبال الصوتية الموجودة بالحنجرة، والحنجرة بتعطينا الرنين، ولما الرنين بيوصل على التم، التم هو عبارة مثل غرفة صدى. حدا منكم يا ترى سأل إذا كل إنسان صوته بيشبه التاني؟ أكيد لا. حنقولكم ليش. إجمالا الصوت بيتغير لسببين. السبب الأول اندفاع الهواء لما بيطلع من أسفل الرئتين للحنجرة، والسبب الثاني هو عرض وطول الحبال الصوتية. مثلا لما بنكون مقربين صوتنا بيكون عريض وضخم لسبب انه بيكون الحبال الصوتية عنا متضررة والجراثيم متكاسرة عليها. وهذا كان كل شيء عن الصوت، وهلأ بدنا ننتقل لقصة الفيديو. وقصة الفيديو اليوم بتحكي عن محمية أرز الشوف. محمية أرز الشوف اللي العالم كتير بتحبها وبتقصدها كمركز سياحي باللبنان. محمية أرز الشوف دخلت الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وهي ملجأ للطيور المهاجرة. محمية أرز الشوف بتشكل نسبة 5% من مساحة لبنان، وبيزرع فيها مئات أشجار الأرز سنويا. وميزتها انه موجود فيها معلم سياحي اثري وبيوت ضيافه على شكل فنادق. وهيك بيكون خلصت حلقتنا اليوم. تابعونا معلومة جديدة وفيديو جديد وبحلقة جديدة. وهيك الصورة بتحكي.